الجوزاء. اوكي. الجوزاء دايما بيختار الوقت غير المناسب ليتحدث عن مشاعره الحقيقية. الجوزاء بيدافع عن من يحبهم حتى إذا أخطأوا. الجوزاء ما لما هو كده بيكذب متهور؟ لا طبعا، في بيحبهم، نسبة متسامح، تهور. لا بيحبهم، يعني بيحبهم وممكن لو أخطأوا في حقه ما بيقفش. يعني الجوزاء لما بيكذب بيكون كذبه متقن ومسلسل اوبا، وممتع. يبقى ننتبه، كذبه حلو على الجوزاء فكرة والله، محترف لا كده. محترف يعني، ده حقيقي، يعني ما تقدرش انا مش تقفش. مهم عندي يبقى ممتع، هو كذاب. هو الراجل زي كذاب الست. استاذ انا يعني الجوزاء يا جماعه دي حقيقي، الجوزاء الراجل يقفش نفسه كده ما بيكذب، هيلاقي ان كذبه اولا بيبقى متقن محبط يعني. مسلسل كده، تلاقي ايه، تحس ان هو هعمل كذا وبعدين هقول كذا، ولو قال لي كذا هقول كذا، بيبقى محضر محضر الكذبه. نفسه. الجوزاء لا يطلب مقابل محبته لك. الجوزاء الوقت المناسب للجوزاء عند كل شيء هو دلوقتي. لو قلت له امتى يقول لك دلوقتي على طول، كل حاجه عنده دلوقتي. حالا الآن. الجوزاء يعرف جيدا كيف يتعامل مع الخبثاء. الجوزاء غالبا لطيف ان لم يكن دائما. طب يعني كده ده شخصية ذكية الجوزاء. جدا على فكره ذكيه، وبيعرف يتعامل مع الاذكياء ومع الخبثاء ومع كل النوعيات. الجوزاء يستخرج من قلب الحزن نكته ويكره الرسميات. الجوزاء ممكن يقول لك ابعد عني وهو عارف انه هيتعب قوي من غيرك. عنيد يعني. اوكي، يعني يقول السرطان. غير ما يخفي، يعني يعني غير ما يخفي. مش، لا هو مش بي مش في ال يعني ممكن لما يكون يعني بيحبك قوي 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 وانت جارح ولا حاجه، ممكن يقول لك ابعد بقى عني وهو عارف انه هيتعب قوي قوي، بعدك، بس هو بس لا خلاص ابعد بقى كفايه. يعني السرطان، السرطان مع انه جدير بالثقه لا يثق باحد بسهوله لانه شخص حذر. اكثر كائن بشري حنون لكنه احيانا يبدو في منتهى القسوه. ده السرطان. السرطان قادر على تشخيص وحل مشاكل الحنان الاخص. والقسوة يعني معادلة صعبة، بيجتمعوا ازاي؟ هو حنون جدا لكن ممكن من كتر حنيته بجد خلاص بقى يعني يبدو من كتر ما شاف يعني الرصيد اللي قدامه هو اللي لصبر حدود. بيخليه ينقلب لقسوة يعني. بالظبط. السرطان قادر على تشخيص وحل مشاكل الاخرين اكتر ما قادر على تشخيص وحل مشاكل هو ما نفسه. بيحلش مشاكل نفسه، مش هو معه. بيحل مشاكل الاخرين. السرطان العدواني، ما بين السرطان العدواني والسرطان الوديع خط رفيع وفي جدا. سرطان عدواني بيعمل ايه؟ ما ايه هو اللي احنا مشكلة؟ لسه كنا بنقول عليه، بيقسو من كتر ما بيفيض بيه، ما بينهم خط رفيع جدا. السرطان تحليلي وعقلاني لكنه يغلف ذلك بغلاف رومانسي. السرطان لا يحب الضجيج. معظم الاحيان السرطان بيبقى محتاج انه يبقى لوحده. السرطان غالبا اكبر من عمره ولديه شعور مزعج بالمسؤوليه عمن يحبهم كانهم اولاده. يعني هو السرطان جزء كبير صح في قصة عمومي. السرطان. السرطان يعفو عند المقدره ولا يعفو عند العجز ابدا. ودي صح جدا لو برضه. حس ان هو قادر يعفو، لكن هو في عز ضعفه او انت بتلوي له دراعه مش لا هيعفو. لا ما يعفوش.